السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم رغيفات في الفران، كيجيو زوينين وساهلين والطريقه ان شاء الله غادي تجيكم سهله. هنا في المكونات كما شفتوا درت 3 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض ونص كاس العنبه ديال الدقيق القمح الصلب يعني الفينو، درت معاه 4 غرام ديال خميره الحلويات، معلقه صغيره ديال النشا، شويه ديال الملحه وواحد معلقه صغيره ديال السكر. صافي هادو هما المكونات، غادي نجمعهم شويه ديال الماء، الماء يكون شي شويه دافي، دابا الحال شويه برد فغادي ديروا الماء دافي باش غتجمعوا. هنا ضفت واحد شويه ديال الفاني باش يجيو منسمين حيت انا ما غاديش نعمرهم، فدرت لهم الفاني باش يجيو مزيانين. كما شفتوا هنا غادي نعجن بالماء، الماء تقريبا جاتني واحد الكاس وربع ديال الماء، انا غير غادي نجمعهم وغادي نديرهم في واحد البلاستيكه وغادي نخلي العجين يعني يدلك راسو براسو، ما غاديش ندلكوه، كنتو مسالين يعني دلكوه باش تربحوا الوقت. هنا جمعته بالماء كما قلت لكم شي كاس وربع ديال الماء، غادي نديرو في واحد البلاستيكه، غندهنها بشويه الزيت ونديرها في وسط البلاستيكه ونخليها تقريبا واحد نص ساعه حتى كتدلك راسها وكتحسوا بها صافي يعني ولات رطبه وكتبداو تخدموا بها. هنا بعد ما دازت نص ساعه درتهم كويرات، كما شفتوا كويرات تقريبا جاوني شي 12 الحبه، درتهم صغارين باش تجي كل حبه هكا في القد ديالها، بغيتو تكبروهم كبروهم، فانا غندير كل غنطلق كل كره بوحدها بشويه ديال الزيت. وهنا كما شفتوا راني ذوبت واحد شويه ديال الزبده الخاصه بالتوريق، وهاد البودر اللي كتشوفوا درت شويه ديال اللوز مطحون يعني غير اللوز اللي كيكون ابيض يعني خضر طحنته، درت معاه معلقه د النشا، هذا غادي نفرق به. الا ما عندكمش ديروا شي شويه مثلا ديال الفينو او ديروا غير نشا بوحدو. هنا غادي نورقهم مزيان بالزيت وراهم طلقوا باش كيساعدوكم. صافي هنا ورقتها مزيان، غادي نرشها بالزبده، الزبده من الافضل تكون ديال التوريق باش يجيوكم زوينين ويجيكم خفاف من الداخل ديالهم. وغنرش كما شفتوا هنا اللوز مع شويه ديال النشا، عندكم اللوز اللي كيكون بالقشره ديالو طحنوه شي شويه وغادي غادي تفرقوا به. صافي غنزيد شويه ديال الزبده وكنديرهم على شكل رغيفات اللي كنصوبوها كنخليوها ترتاح على جنب حتى كنساليهم كاملين وكنرجع لهم باش كنولي نطلق وحده بوحده. بنفس الطريقه غادي يعني غادي نطلقهم كاملين، كتطلقوهم في الاول بالزيت وعاد ديك الساعه كترشوا لهم الزبده وديروا داك البودر اللي صوبنا ديال النشا واللوز. بالنسبه للعمر ديالهم اللي بغيتوا تعمرهم شي حاجه عمرهم كريم باتيسير او شوكولا اللي بغيتوا، انا اكتفيت غنخليهم غير هكاك، غادي نرشهم ديك الساعه بالعسل وكندير لهم الكوب، كيجيو زوينين كانهم يعني مقليين، كيجيو مورقين مزيان. وانتم بالنسبه للحشو ديروا اللي بغيتوا، راني غادي نعمر لكم وحده بالشكلاط باش غتشوفوا الداخل ديالها كيفاش، الا بغيتوا مثلا تعمروهم بالشوكولا. صافي انا خليتهم يرتاحوا على ما كملت الاخرين، وغادي نبدا نطلق وحده بوحده، وغادي نزيد يعني غنزيد نطلقهم مزيان وغادي نفلحهم في الوسط باش غتجيني العدد ديال الطيات يجيو كثار. بالنسبه للشكل ديروا اللي بغيتو، انا اقترحت عليكم هذا الاقتراح، بغيتو مثلا ديروهم على شكل سيجار او شي حاجه اللي بغيتو، وانا غادي ندير الطريقه اللي غنوريكم وانتم ديروا اللي غيسلككم. هنا كيما شفتوا طلقتها مزيان، هذيك راه الزبده من بعد ما كتبرد كتولي هكاك، غادي نفلح بالقطاعه ديال البيتزا وغادي نطوي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا على اربعه، كل جنب كنجيبو للجهه الاخرى. الا بغيتو مثلا تعمروهم عمروهم في هذا الوقت اللي تكونوا كديروا هذه المرحله هذه. صافي بغيتوهم منفوخين بزاف ما تقرصوهمش،
بغيتوهم يجوكم رقاق شي شويه قرصوهم مزيان، عاد قطعوا الجنب بالقطعه ديال البيتزا. صافي اللي قطعتوها بهذا الشكل كتوضعوها في لاطا ديال الفران، وهاد الوقت كنكون كنسخن الفران على 200 درجه، يسخن مزيان من الفوق ومن التحت حتى كيسخن مزيان. عاد ديك الساعه نوريكم الطريقه كيفاش غتدخلوهم باش يطيبوا. صافي على شكلتهم كاملين بنفس الطريقه، خديت الصفره ديال البيض درت معها قطرات من الخل وغندهن لهم غير الوجه بلا ما تهبطوه للجناب. منين يسخن لكم الفران غادي تطفيو الفوق وغتخليو غير تحت لي شاعل وصافي، وكتدخلهم يطيبوا. غير كتشوفهم شي بداو كيتنفخوا نقصوا درجه الحراره 180، كتهبطوها ل 180 او 170 تخليهم يطيبوا على راحتهم باش يطيبوا حتى من الداخل ديالهم. دابا حنا حيت قطعنا لهم الجناب ديالهم غاديش يتنفخوا بزاف ولكن كيتورقوا. هانتوما هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كيطيبوا، كيجيو زوينين بزاف ومقرمشين، غادي يعجبوكم ان شاء الله. بالنسبه للتزيين درت لهم العسل والكوك. وبالنسبه الا بغيتو تعمروهم هذه عمرتها بالشوكولا، كيجيو بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديده. السلام عليكم.